الانسولين 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 لقيت فيها مشكل الانسولين لقيت فيها مشكل ما لقيتهاش كامله بالاخص كان ديجا عندها مونك من قبل والدواء ديال القواطر هو معروف اصلا عالميا المغرب راه كله عارف هذا المشكل هذا ديال القواطر الانسولين الانسولين الرابيد والميكس هاد الجوج بالضبط لان كانت تعطيهم تتمولنا الدوله تتعاون شويه وحنا شويه دابا ما كاين لا عندنا لا عند الدوله وراك عارف الديابيتيك الناس هاد الحاله هكا راه السكر تيطلع والحاله ضروري اليوم الانسولين المهم راكم شفتوا كلشي على عينيكم حاجه مخبيه الحمد لله لا ما قدر الله قدر الله ما شاء فعل كنا خدامين لاكارت بالليل واحد الوقيته انا خرجت للدار الولد اللي معايا مسكين هو اللي شويه تقاس ولكن الحمد لله شي بس ما كاين ولكن المحل الله يعوض مولاي على خير وصافي هذا ما كان تقريبا كل شيء طريب حتى الدواء اللي بقى راه على حسب لي سيرو طاحوا واندوماجاو حتى الدواء الاخر اللي هو صحيح لان السيرو يطاحوا هكا وتهرسوا في الارض وطلع لهم الدواء كل شيء تخسر ولكن رغم ذلك حاولنا باش نكونوا حاضرين مع الناس بعدا نشوفوا لان ما يمكنش تسد واخا تخدمي بلي عطل الله واخا توقفوا باش ما قدرتي ونتمنوا خير وعزائنا في الناس كاملين واحد ونتمنوا الله يعوضهم خير وعوضنا حتى حنايا ان شاء الله يا ربي سنتين هكا انا عندي الضرر كثير ولكن قدرت نحل المهم ما عرفتش واش غمرت ولا المهم الله يستر ستر مولانا اني مع الناس تاعنا نوقف ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله يدير الله خير السواري كلهم في اي لحظه يعني غير شويه ديال الترددات ديال سميتو تقدر يطيح المحل ولكن رغم ذلك ما انا بنت المنطقه وما يمكنش نخلي انا ماشي شي وحده اللي برانيه على المنطقه راه بنت المنطقه يعني ما يمكنش نخليها ونزيد مع الطريق واخا الدقيقه الاخر دقيقه وحني معاهم ان شاء الله ونتمنوا خير ان شاء الله ويعوضنا كاملين ويعوضهم ان شاء الله المنطقه كلها عائلتي المنطقه كلها عائلتي سختو الناس ديال الجبل الناس ديال الجبل كنشوفهم عشرات المرات في النهار الطريق ديالهم هادي كيدوزو من حدايا تنجلسو خمسة دقائق ديال الهضره تنجمعو يعني داكشي تنشوفهم انا واقيلا عائلتهم ما تيشوفوهمش فيها داكشي باش انا تاثرت فيهم بزاف وسخت الناس ديال الجبل الناس ديال الجبل بقاو فيا بزاف لان معاهم عايشه عايشين يوميا وعايشين اليوميات ديالهم تيتقداو من عندي تيجيو اسرارهم احزانهم مشاركين الفرح مشاركين بزاف ديال الحوايج وبالاخص انا بنت المنطقه كي قلت لك دونك هنايا فين كاين سميتو كاين الفرق بيني وبين ناس اخرين اللي خدامين غير هكذا اللي خدام عادي ولكن بالنسبه لي انا لا فارماسي شي حاجه اللي حياتي اليوميه ونتمنى الخير للجميع والله يعوض الجميع ويعوضنا ان شاء الله يا ربي قدر الله ما شاء فعل